السلام عليكم خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم معايا في سفر جديد كما عودتكم دائما. سفر اليوم ان شاء الله غادي ناخذكم معايا عبر الطريق اللي كتربط بين مدينه مريت وعيون ام الربيع، ومسافه الطريق 30 كيلومتر حوالي 46 دقيقه من السياقه في الظروف العاديه. طريق ضيقه، السياقه معها كتستوجب الحيطه والحذر لكثره المنعرجات الخطيره اللي كتخليك في كامل التركيز اثناء السياقه، لكن المناظر الطبيعية الساحرة كتنسيك في وعورة الطريق، خصوصا أننا في فصل الربيع والمنطقة عرفات تساقطات مطرية مهمة اللي خلات الأرض كتزين بردائها الأخضر الذي يسر العين والنفس. أتمنى يعجبكم الفيديو، اللي كتشوف الفيديو أول مرة يدعمنا بالاشتراك والتشجيع، خليو لي شي تعليق باش تزيد تشجعوني نزيد نوريكم باقي طرقات ومناطق مغربنا الحبيب. يلا تسافروا معايا.
Thank you.
Thank you.
Thank you.